السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and welcome to إعالم Institute. This is teacher عبد الرحمن شاهين. How are you, Kareem? This is your course plan. إن شاء الله we'll complete the course from this book كتاب الطريق إلى العربية. We will speak about how can you describe the people with using هذا and هذه. We can say هذا طالب صغير, هذا طالب كبير, هذا رجل طويل, هذا رجل قصير. هذه غرفة واسعة, هذه غرفة ضيقة, هذا ولد سمين, هذا ولد نحيف, هذه أقلام قليلة, هذه أقلام كثيرة. And this week some exercise about this. You can use هذا and هذه and some adjectives. ها هنا سنتحدث عن المثنى المذكر. Masculine dual. هذان ولدان طويلان, هذان ولدان قصيران, هذان دبان كبيران, هذان دبان صغيران. And you also will take some lessons from كتاب أحب اللغة العربية. Our topic about عيد الفطر. ماهر, متى عيد الفطر؟ مريم, بعد شهر رمضان. ماهر, أنا أحب عيد الفطر. وأنت؟ مريم, وأنا أحب عيد الفطر. عيد الفطر شهر رمضان. And you can describe what the activities that we do in عيد الفطر and what the activities we do in شهر رمضان. Here they speak about some of these activities. أنا أحب الكعكة. وأنت؟ وأنت for the feminine. وأنا أحب الكعكة. الشوكولاتة هدية العيد. Here. عيد الميلاد, عيد الأضحى, ألعب مع أخي, هلال رمضان, عنب, ضفدع, ضفدع. We can use these words and build a lot of sentences about عيد الفطر and شهر رمضان. جزاك الله خيرا كريم. May Allah bless you. See you inshallah in our courses. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.